عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله او لهاد العشيه كما تشوفوا معايا راه خارجه انا مول الدار، ها بنوته العسوله. المهم البنات راه بدلنا هذا الطوموبيل، سيري بحالك راه غتخرجي لي على الفيديو. المهم البنات جينا راه فيا الجوع البنات صراحه قبيله، بقينا ناعسين، فقنا طيبنا اتاي هذا، طيبت البيض مع الزيت، زيت العود هذا صافي، وخرجنا نقضيو شي غرض يعني. ما داك ما غدا دابا حاليا جانا الجوع يعني، ما غاديش نصبر حتى اللي ندير العشاء ولا هذا، فجينا ناخذ الدجاج. المهم راه مسيو عبد الفتاح، انا نحاول نبين لكم راه الهيها، قلت لي خو دجاج محمر مشهي البنات، والله الا ملي كيكون فيك الجوع كتولي عاد كتشهي. وقلت لي خو شي صالاد هكا ديال الخضره، داكشي كيصاوب زوينه البنات. المهم راه صاوب لي دابا يا غادي يجيب باش نمشيو ان شاء الله للدار. دزنا خدينا الزيت للطوموبيل، ايوا صافي نمشيو للدار ان شاء الله ناكلو، راه فيا الجوع وراني ديجا جبت الحوت الباجو. تمام دابا كنغناخذو الحوت، دزنا عليه الساعه قال لي انت غادي تجيب هذا الحوت من الفريكو وغادي دي كونجلو غطيبيه في الليل، يعني علاش غناخذو لما ناخذو عيد الدجاج دابا وفي الليل راه غطيبيتي الحوت، يعني بلا ما نحتاجو ناخذو الحوت دابا وفي الليل ثاني ناكلو. صافي هادشي اللي كاين البنات، دابا غادي ياخذ داكشي اللي غادي ناكلو ندو معنا للدار باش ناكلو ان شاء الله. وفي العشيه باغا نمشي نشوف اختي حيت ولد اختي صغير باغي يفتح على هذا الحلاقم وعنده الجلود، يعني غيفتح جوج عمليات غيديرهم ان شاء الله غدا في الصباح غدا الخميس. غادي نمشي نشوف اختي هكا نتعاون معاها شويه حتى هي الظروف ديالها شويه يعني الماديه ديالها. اجي ماما شويه لهذا غنتعاون ان شاء الله انا وخويا هكا باش نفتحوا لي، يعني ماشي شي عمليه نيت زعما كطلب ثمن اي لا بحال، ولكن الله يحسن العوان يعني ان شاء الله هو غدا غيفتح. غادي نمشي نشوفها ونعطيها شي بركه وصافي، داكشي اللي قسم الله العش ما قديت صافي، باش غدا ان شاء الله الصباح راه غادي يمشي يفتح. والله الله يشافيه، مسكين باقي عي صغير، ومني تزاد معاه عنده الجلود داكشي علاش يعني دابا غيفتح. يلا عنده دابا 3 عنده عامين ونص. المهم البنات هادشي اللي كاين، غادي ان شاء الله اليوم نشارك معكم داكشي اللي غادي ندوز في هذه العشيه، فخليكم معايا البنات ها نتوما معايا، وما تنساوش لي لايك ديالكم، لي لايك ديالكم ان شاء الله باش نوصلوا لهاد الفيديو 1000 لايك، وحتى تعليقاتكم في الفيديوهات اللي كتفرحني الصراحه، دعواتكم اللي يخطيكم عليا، وتابوناو معايا في الانستغرام ديالي اللي هو شيماء فلوغ، وصافي نتسناو عفتح حتى يجي ونفتحوا الكاميرا. شو يا البنات والله الا معتي كترفرف بالجوع، جاني الجوع واحد الجوع واحد الجوع على البنات، جاني الجوع بزاف، عرفتي المعده ديالي كنحس بها كتفيبري، وكنتسنى في خلاص يجيب لينا هاد الماكله، راه فيا الجوع عباد الله وسربينا خلاص راه غنموت لك هنايا. وي مجنات راه جايب ده نضادر وسيله تلعب بيه محطيم، راه غيجي يفتح غيضربك الصقعه. ايوا البنات ها نتوما تشوفوا هو باقي يلاه كيعوج في يدي، باقي ما قاد لي كاع، جانا الجوع فتح راه يشوف كل مره يدوري. كنا تا هو معتي كتنفر يقول لي يا بنيتي عصابر. يلا البنات خليكم معايا، شو جنات راه غتلوح نضادر لبابا وغيجي يطيح يغوت. هاري هاري نضادر يا جنات غيطيح يضربك بابا، غيضربك والله تيجي يضربك هاد المره ما نتحاميش عليك. غايجيب لينا هم هم ياك، كنحس براسي سخونه جنات جنات تتي فيك دي الدينايا. سيرة بادية سيرة فيد طالي عرف بلا تم حد من هو دير الفيد. يلا سير راجلي انا بشكال والله ما كيبغيني الفلوغي، ما مولفش ملي كنبدا نفلوغي ولا نصور هكا غادي وكنصور كيبدا ينقرز، يقول لك حيد التليفون من عندنا انا راه مكلخين صاحبك باش كديري ما كيفهمش هذا الشيء. قلت لي راه هذا هو دابا جابها قال لك حبسي سكاي ولا جيت انا مخليها مطلقه كاع ما نسوقها لي كاع. ها هو جاب لينا الجوع 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 الجوع، مالك راه باديه الفيديو صاحبي انتما البنات. ها هو اي هي هي مهلي فينا ايوا، هادشي ريحته كيشهي البنات والله مكره مكره دابا نبرك ناكل ناكل هنا في الطوموبيل عاد نتحرك جاي. ها هو بلا تمشيو للدار تمشيو الصلاه البنات نحطوها هنايا خويتي، باغي انت نمشي للدار باش ناكل، راني فيا الجوع عباد الله، بنتي راه كتغوت بغات تاكل دابا باش هي الجوع. السلام عليكم وكيدايرين بخير صحة مزيان راني مهلي فيهم. وي وحلفت عليه والو جيب لنا واخا تغدينا قبيله البنات كما قلت لكم، ولكن دابا العشية مع ديك الربعة ما قدرتش نصبر حتى الليل عاد باش نتعشاو، كيجيني الجوع دغيا دغيا.
انا كذلك دابا فين غنمشيو في الدار لا ميزون ان شاء الله. ومرا جنات كتبكي على الماكله قلت لها صبر ماما تنمشيو نطلعوا الدار وعاد باش نحطوا الماكله وعاد باش غادي نتغداو ان شاء الله نعاودوا نديروا الميطه الثانيه. المهم البنات حنا دابا غاديين على فتح راسي ما خصوش يبقى داو بزاف باش كاع ما نتلفع السوقين. يلا المهم تنوصلوا للدار ونتلاقاو. المهم البنات حنايا دابا وصلنا انا نطلع يلا نحل الباب نطلعوا للدار ان شاء الله. فتح راه كيجمع بس داكشي في الطوموبيل انا هزه جنات نطلع انا وجنات الاخوان. حنا وصلنا دابا للدار دابا شي واش مشيت لينا هما البنات انا كنجات في البيض دار لينا مع الصالاد ربيع الدجاج راه قد الحال دابا راه كنهوج انا بلا صح. وجنات جنات جنات باغا ديرها مهم سخفت ولا تسخفت جنات باغا تاكل البيض صحه هاك مجنات ها خرجت خاصها تبان في الفيديو حتى البيض كتجيب لي البيضه كتقول لها طيبي لي البيض كما كتشوفوا هو الربيع ديال الدجاج سلطه على قد الحال على قد الحال داكشي والحمد لله. مرحبا مرحبا بكم يلا المهم خليونا البنات دابا غادي نتغداو ايوا عاد باش نتلاقاو ان شاء الله. ملي غندير لكم اليوم الحرشة ثاني حطيت على الحرشة يقول لي عاد فتح راه صافي ما حدي المعدة ديالي غتهلكا. المهم غادي نتغداو ونتكاو شوية على العشية ما ندير لكم الحرشة البنات وفي الليل ندير الحوت وانتوما معانا البنات. سلام البنات كديرين لاباس عليكم كلكم بخير وعلى خير. سمحوا لي البنات المهم في البدايه ديال الفيديو غادي يكون يعني مختلف مقارنه بدابا يعني في الاخر ديال الفيديو كماله ديال الفيديو ما كملتهاش ليكم سبحان الله. يعني كتكوني ناويها في جهه كتصدق تخرج لك في جهه يعني شو يعني كنا بخير على خير ما في راسنا حتى شي حاجه حتى وصلتنا الخبر ديال الموت يعني موت الفجاه اولا الموت يعني ديال الغفله هي هذيك. المهم انا دابا حاليا البنات راه اليوم ان شاء الله ماتت البارح في الليل فاش وصلتنا الخبر فاش كنت كنصور لكم وداك الشيء يعني البارح في الليل مشينا وداك الشيء واليوم ان شاء الله عند العشاء في الليل. المهم انا يلا كي جايه دابا البنات مع بغيت نبدل جلابيتي راه بقيت بها من البارح كاع توسخات وبنتي حتى هي حوايجها توسخوا باللعب وداكم عارفين مع الدراري الصغار. المهم راه بناو الخزين وداك الشيء. المهم اليوم ان شاء الله عند العشاء في الليله دابا انا غادي لداري باش نبدل حوايجي وعاد باش غادي نرجعوا ان شاء الله للموت. المهم البنات حنا دابا هي العشيه دابا انايا بدلت الجنات بدلت الجلابيه ديالي يلا دابا غاديين غنمشيو ان شاء الله اللي نحضروا العشاء ديالها. اجي جماعه زيدي اجي صباح الخير البنات كديرين لاباس عليكم. المهم البنات ما صورتش لكم البارح البارح دوزنا العشاء دابا حنا غادي للتفاريق البنات يلا غنمشيو نرجعوا للدار ديال جداتي تما كاين الناس يجيبوا الفطور ما عارفين البنات وغنمشيو نحضروا للتفاريق فالبنات غادي نحبس لكم الفيديو هنايا.